سمبوسك لايت هنعملها بالدقيق الاسمر، وكمان هنحطها في الفرن مش هنقليها. علشان نعملها عايزين كوبايتين دقيق اسمر، عايزين كوبايه دقيق ابيض، عايزين نص معلقه صغيره بيكنج باودر، عايزين رشه ملح، عايزين 2 معلقة كبيره لبن بودره، عايزين ربع كوبايه زيت، وميه للعجن. ده بالنسبه للعجينه. الحشوه بقى انا قلت نعملها خضار، قال يعني بنكمل القيمه الغذائيه العاليه، فهنحط معلقه كبيره زيت، بصله، كوبايه بسله وجزر، ملح وفلفل، وهنحط معلقه صغيره زنجبيل بودره، ونص معلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره من الكاري. هنعمل دلوقتي الحشوه. عايزين زيت، خلينا بقى كده دلوقتي نحط البصل. طيب دلوقتي البصله يعني ابتدت عندنا اهي تصفر. سي بي سي يا سي بي سي، فين السيرش؟ يلا هناخد بقى دلوقتي البسله والجزر نحطهم على البصله بعد ما اصفرت اهي. نحط البسله والجزر، نحط شويه ملح، شويه فلفل، نقلب تقليبتين هنا، ونروح هنا مع شويه كاري وشويه كركم. ادي الكاري، ادي الكركم، ادي الزنجبيل البودره. كده الخلطه بتاعتنا جهزت، عايزه بس شويه تقليبتين كده على النار وتبقى ممتازه. وزي ما قلت عايزين تحطوا معاها بطاطس صغيره كده، بتقدروا تحطوا بطاطس متقطعه صغير، بس طبعا في الحاله دي بنحطها اول حاجه مع البصل، وبنسيبها شويه تدبل كده على النار علشان ما تبقاش نيه. خلاص الحشوه بتاعتنا كده الصراحه هي يعني جهزت، بس انا علشان تضمنوا انها استوت، طبعا هنعمل ايه؟ هنحط لها تقريبا 2 معلقة كبار من الميه، وهسيبها كده عليها على النار شويه لغايه ما تشرب الميه خالص عشان اتاكد انها استوت. ونعمل العجينه علشان بعد الفاصل نشتغل فيها على طول. العجينه عاديه جدا يا جماعه، بس انا يعني حابه ان احنا نعملها مع بعض. خلينا نعملها كده. عندنا هنا الدقيق الاسمر مع الدقيق الابيض، لبن بودره، بيكنج باودر، رشه ملح، وهنا تقليبه، ونحط الزيت. عندنا زيت ربع كوبايه هنحطها، ونحط معاها الميه ونعجن. خلي بالكوا دي عايزين نفضل بقى نعجنها برضو زي ما اتفقنا تقريبا 5 دقايق لغايه ما تبقى كده عندي عجينه جميله كده ومططيه كده وحلوه، وهسيبها برضو ترتاح نص ساعه. ها هنقطعها من تحت بالشكل ده اهي، وهاخدها هحطها هنا بالشكل ده. هنحط فيها بقى من الخضار اللذيذ قوي اللي احنا عملناه ده كده شويه، وهنقفل عليها. تمام كده اهي. هناخدها بقى ندهنها بالبيض، هندهنها بالبيض وهنحطها في الصينيه في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا من 8 ل 10 دقايق وبتكون جاهزة عندنا.